شو يعني عرض شغل على سواش؟ يسلموا هالايدين. ميت من العطش، يسلموا فداء. احكي بقى، شغلة البودرة؟ لا، مو بودرة. طلب يكون شريك بالمصنع الجديد بوان. شو؟ سواش ما رح يوافق شو ما صار. ليش أنا رح وافق فداء؟ ليش؟ أنت لازم توافق. وليش لحتى تقول لا؟ أختي، لا تجننيني، الرجال فسد علي لسواش. تركيني أنا على جنب. سواش بيكرهه للرجال. مصاري يا بولات، مصاري. شوف، بدقيقة واحدة بس راحوا 2,250,000، وعم بيقول لسه بده يوزع غنم على الناس. هذا الغنم بينزل من السماء؟ اشترى أرض وقال بده يبني مصنع وما في معه شيء أبدا يشارك. بما أنه مو شغل حرام ولا شغل بودرة، لازم يقبل عرض أحمد مورا وفورا.